ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له، سبحانه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، من بعثه الله رحمة للعالمين، فصل يا رب وسلم وبارك على هذا النبي العظيم والرسول السيد السند الكريم، سيدنا ومولانا وقرة عيوننا محمد، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله رب العالمين، بأداء ما أوجب الله وباجتناب ما حرم الله، بصفاء السريرة وصفاء المعاملة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول ربنا سبحانه: إن ربك لبالمرصاد. أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة لا نحصيها، وهو سبحانه مالكنا ومالك ما أنعم به علينا، وقد أوجب الله عز وجل علينا شكر هذه النعم بأن لا نستعملها فيما لم يأذن ربنا لنا به. فشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه أن لا تستعملها فيما حرم الله رب العالمين. فمالك أخي المسلم نعمة من الله تبارك وتعالى عليك، فلا تنفقه في غير ما أذن الله لك به، وبدنك نعمة فلا تستعمله في الحرام، ورجلك نعمة فلا تستعملها في الحرام، ويدك نعمة فلا تستعملها في الحرام، ولسانك نعمة فلا تستعمله فيما حرم الله تعالى، وأذنك نعمة فلا تستمع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. شكر الله على نعمه ليس فقط أن تقول الحمد لله والشكر لله، بل شكر الله الواجب
على ما أنعم به عليك أن لا تستعمل هذه النعم فيما حرم الله تبارك وتعالى. أحبابنا الكرام، دعونا نتحدث قليلا عن نعمة عظيمة من تلك النعم التي أكرمنا الله تعالى بها وامتن بها علينا، ألا وهي نعمة اللسان. فاللسان نعمة من الله تعالى عظيمة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم معددا نعمه على عباده، حيث قال جل جلاله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فاللسان نعمة بالغة عظيمة، غزر نفعه وعظم خطره، حتى قيل فيه: جرمه صغير، حجمه صغير، وجرمه كبير، وما يحصل به من الذنب كبير. وقد حذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطر اللسان كثيرا، فمن ذلك ما جاء في سنن الترمذي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأوصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان، وأكده بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالمعنى من ذلك أن الشخص إذا أراد أن يتكلم فليفكر ولينظر قبل أن يتكلم، هل هذا الكلام فيه خير أم فيه شر؟ فإن علم فيه خيرا تكلم وبادر، وإلا سكت وألجم لسانه عن الشر. والعمل بهذا الحديث فيه حفظ الدين، وقل من الناس من يعمل بهذا الحديث الشريف. أحبابنا الكرام، إن الإنسان إذا تكلم بما يخطر له دون تفكير في عواقب الكلام، كل ما يجيء على فكره، كل ما يخطر له على باله يبادر إليه وينطق به ويتكلم به من غير مراعاة لما ذكرنا، فقد يهلك والعياذ بالله تعالى بالوقوع في كفر أو في معصية، وقد يضيع وقته بما لا فائدة فيه، لا سيما أن أكثر المعاصي هي معاصي اللسان، وذلك لأن النطق أسهل شيء على الإنسان. أحبابنا الكرام، من ذلك ما يحصل من بعض الناس أنه إذا سئل عن مسألة ما حكمها في الشريعة، وهو لا يعرف ولا يدري ولم يتلقى الجواب من أهل العلم، فيبادر إلى الفتوى بغير علم، فيقول هذا حرام أو هذا حلال من غير علم ولا برهان، أو أن يقول متسرعا هذا كفر
هذا خروج عن الإيمان بلا سبب شرعي. فينبغي للشخص أن يلزم جانب السلامة في هذا الأمر، لا يستعجل في قول هذا حرام أو في قول هذا حلال، ولا يعجل في رمي المسلم بالكفر من غير دليل ولا سبب شرعي. فقد قال العلماء: إدخال كافر في الملة أمر عظيم، وإخراج مسلم من الملة أمر عظيم. إذن يجب الاعتدال، أن لا يتسرع الواحد منا في الحكم لمن هو كافر فيحكم عليه بالإسلام، أو بالحكم على مسلم بأنه كافر. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إخوة الإيمان والإسلام، وقد روى البخاري ومسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. كذلك جاء في حديث آخر رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. أحبابنا الكرام، ينبغي منا جميعا أن نعمل بهذه الوصايا التي أوصى بها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن يا أخي المسلم دائما على استحضار، دائما على استحضار أنك إذا تكلمت بكلمة فإما أن تكتب لك وإما أن تكتب عليك. اذكر دائما قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. Fellow Muslims, Allah granted us so many endowments, and we are obligated to thank Him for these endowments by not using them in disobedience. The money you have is an endowment from Allah, so do not spend it in sinful ways. Your hand is an endowment from Allah, so do not use it in unlawful ways. Your foot is an endowment from Allah, so do not walk to commit a sin. Your eye is an endowment from Allah, so do not look at what is haram to look at. Your ear is an endowment from Allah, so do not listen to what is unlawful. And your tongue is an endowment from Allah, so do not say what is unlawful. Obey Allah, my fellow Muslims, and remember that those endowments were granted to you by Allah, whom you are obligated to obey. And if you disobey Him, then you have committed injustice towards yourself. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam advised us to watch our tongues. He said, what means, whoever believes in Allah and in the hereafter, let him say something good or remain silent. This is so because if a person says whatever comes to his mind without thinking of the consequences, then this may lead him to destruction by him falling into blasphemy.
and Allah knows best. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa sharrafa wa karram ala sayyidi wa habibi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du ibadallah, usi nafsi thumma usikum bi taqwallahi rabbil alamin وبالسير على نهج سيدنا محمد طه الأمين في السر وفي العلن. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا بأن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه المصطفى الكريم. قال ربنا وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. واجعلنا من العاملين بما تعلمنا وأكرمنا يا ربنا بالإخلاص واغفر لنا ذنوبنا كلها ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم واغفر لمن حضر خطبتنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.